تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور على ميس، مباشرة من بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية، حيث نتابع يعني في هذه البلدة كما نرى تجرى أشغال وتحديدا عملية ترقيع وتزفيت للطريق الرئيسي في هذه البلدة. ولكن بدأ يعني المواطنون يسألون حول من أين لك هذا، يعني من أين للبلد هذه الأموال لتقوم بهذه الأعمال وبهذه الأشغال وتحديدا بتسفيت الطرقات، وخصوصا بظل هذه الموازنة الضئيلة جدا. كلنا بنعرف اليوم موازنة البلديات هي موازنة على الليرة اللبنانية، وبالتالي موازنة لا تكفي يعني أجار الزفت. لذلك حبينا نجي ونستوضح من أين تقوم البلديات وبأين تؤمن البلديات الأموال من أجل تأمين احتياجاتها، ويعني تكون عم تنفذ المشاريع داخل الضيعة. مع إلى جانبي رئيس بلدية زوتر الشرقية الدكتور المهندس وسيم إسماعيل. دكتور وسيم حييك على صوت بيروت انترناشونال. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم السؤال الذي يطرح أنه من وين البلديات عم تجيب مصاري لتزفت لتشتغل لتأمن موتورات تعبي ماء إلى ما هنالك. فحبينا اليوم بما أنه بلدة زوتر الشرقية اليوم عم تزفت الطريق نكون عم نحصل على جواب من حضرتك على هيدا السؤال. ولكن خبرنا بداية شوي جوجري عن واقع البلديات وتحديدا بلديات الجنوب والنبطية بظل هذه الموازنات الضعيفة اليوم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. حقيقة بالنسبة لواقع البلديات المالي هو واقع مذري، يعني رح أعطي مثل متواضع وبسيط جدا جدا جدا. نحن لـ 2022 مجمل ما إجانا 300 مليون ليرة للبلدية. قديش بيطلع الدولار؟ بيطلعوا على الدولار مثل ما بتعرفوا 3000 دولار هالقد. صرفنا نحن بحدود مليار ونص ليرة. طبيعة الحال في عنا ناس خيرين، في عنا ناس معطائين، اتكلنا شوي عليهم وكنا عم نتكل أكتر على موضوع الجمعيات. يعني هول المصاري اللي حكيت، المثل اللي عطيته بعتقد بشير إلى وضع البلديات. هلأ بالعودة للسؤال اللي تفضلت فيه، نحن عنا هون بضيعة زوتر كان عندنا مجموعة كبيرة من الكاميونات، يمكن في عليها حمل إضافي، كنت تتحمل حمل إضافي مما سبب إلى نزعان جزء من الطريق. نحن بالنسبة لنا طبيعة الحال مش بس الكاميونات اللي نزعتها، الوقت الطويل اللي عدم الصيانة كمان سبب بنزعان جزء من الطريق اللي هو واجبنا نحن أنه نعمل صيانة له. بس حبيت أفصل النظر أنه هذا المشروع المتواضع اللي عملناه البلدية ما دفعت منه ولا أي بدنا نحكي بالسنت ولا أي لأنه 3000 دولار معكم يا رئيس ما بكون جيبه يعني. فالشي اللي أنا بدي أقوله أول شغلة في الحقيقة الأب عمر الهاشم من بلدة زوطة الغربية، هو الحقيقة الأب تبع الكنيسة اللي بزوطة الغربية اللي وكيله خين عقل، تبرعوا بحدود 2000 دولار. مجمل المشروع هو يفوق 8000 دولار. موازنة البلدية رغم أنه نحن عم نشوف يعني على ثلاث سنين. في ناس من عنا من الضيعة اللي أنا كمان بوجه لهم الشكر الكبير، في ناس دفعوا 1000 دولار، في ناس دفعوا 500، في ناس دفعوا 300، في ناس دفعوا 200. اللي كمان بدي أرجع وجه كمان نداء أنه كمان نحن بعدنا بحاجة من 3-4000 دولار لحتى نسكر دين هذا المشروع. يعني اليوم عم نقدر يعني بحصل على جواب من حضرتك انه اليوم البلديات مش قادرة تدفع ولا ليرة على ولا سنت على المشاريع، انما عم يكونوا عم يأمنوا مصرياتهم البلديات من خلال الخيرين بالضيعة وبالبلدات. قديش بيبلغ مساحة يعني الاعمال اللي عملتوها؟ احنا عملنا حوالي 850 متر مربع من الزفت. هذا يعني بالعلم بالمع انه اكيد كلفتهم بتفوق 8000. نحن بكرة عنا جلد النهائية بعد الكالي رح نعمله، وبدنا نشوف كيف بدنا متمثل في نداء لأهلنا بزوتر لحتى نستكمل المشروع. نحن صرنا دافعين حوالي 2500 و2000 من حضرة الأب عمر الحاج اللي مثل ما قلت لي وكيله خين عقل عقل ياغي. فبتمنى أنه إن شاء الله نقدر نأمنه. هلأ قادمين على انتخابات بلدية واختيارية، مفروض يعني تنعمل
شو معنوياتك؟ من زاويتي انا الموضوع ما له علاقه ابدا بانتخابات البلديه. لا انا مش قصدي، انا قصدي انه يعني بالمرحله المقبله رح تكون اصعب عليكم، ولا معقول عم تسمعوا اخبار انه ممكن يزيدوا الموازنه، يصححوا موازنه الدولار، ولا يفترض يكون في موازنة أكبر لحتى نقدر على الأقل نعطي معاشات للموظفين. اللي بدي أقوله أنا نحن هون كمان أنه مش بس موضوع الموظفين، نحن النفايات لازلت البلدية عم تتكلف عن النفايات. بعد ما توجهنا لعند أهلنا يساعدونا لنشيل النفايات، مثل ما بتعرف حضرتك نحن موازنة النفايات توصل تقريبا للألف دولار، تقريبا للألف دولار بالشهر، أو بدنا بحدود 10,000 دولار بالسنة كمان عم نقدر نأمنهم من الخيرين اللي عم يقدروا يأمنونا. هذا بدي أقول لك يا رئيس أنه بكتير ضياع بلشت تعتمد سياسة أنه يأخذوا من أصحاب المحلات، يأخذوا من المنازل بدل رفع النفايات عن الشوارع. يعني بلشت البلديات تتجه إلى للأسف يعني خيارات خصخصة، وإلى يعني تأخذ مصاري من الناس غير اللي بتأخذهم مسقفات، وإلى ما هنالك لا تقدر تشيل الزبالة وتصلح الماي، وإلى ما هنالك. صحيح، نحن أخذنا وعد على نفسنا على أنه طالما قادرين أنه ما ندفع أهلنا مستمرين، أكيد ممكن نوصل لهالمرحلة إذا ما صار في تصحيح للموازنة. نتمنى ما نوصل لهالمرحلة. كمان هم بدي أدعي أهلنا لحتى لي يدفعوا مسقفاتهم، لأنه هذا الموضوع بيخلي البلدية شوي تستمر على قليل للمعاشات الموظفين. أنا بدي أتشكرك رئيس دكتور المهندس وسيم إسماعيل. فإذا مشاهدينا مثل عم نقدر نشوف اليوم بلدة زوتر الشرقية الجنوبية في قضاء النبطية هي نموذج للبلدات الجنوبية وللبلديات اللي يعني للأسف موازنتها ما بتسمح لأنه تكون عم تنفذ مشاريع بالضيعة كما هو واجب على البلدية أو على هذه السلطة المحلية تكون عم تنفذ، ولكن نتيجة الأوضاع الاقتصادية المصرية والمعيشية والموازنة الضئيلة للبلديات عم تتصل الأشغال وعم يقدروا يستحصلوا على الأموال من الخيرين ومن الجمعيات والجهات المانحة. من بلدة زوطرة الشرقية في قضاء النبطية، إبراهيم ضوء على صوت بيروت انترناشنال.